بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بعد أن أكملنا المستوى الأول من يونت 1 تو يونت 7 من الوحدة الأولى إلى الوحدة السابعة، الآن نبدأ ليفل 2 المستوى الثاني يونت 8 الوحدة الثامنة. عنوان الوحدة عموما وير أي ليف، أين أسكن أو أين أعيش. نبدأ ب rooms of the house، الغرف الموجودة في المنزل. bedroom غرفة النوم، living room غرفة المعيشة، dining room غرفة الطعام، kitchen المطبخ، bathroom الحمام. Things in the house، أشياء بالمنزل. A bed، سرير. A DVD player، a DVD. A picture، صورة. An armchair، كرسي أو كنب له ذراع. A lamp، مصباح. A TV، تلفزيون. A cooker، غاز أو طباخ. A laptop، لابتوب الكمبيوتر. A magazine، مجلة. A fridge، ثلاجة. A table، طاولة. A shower، شاور. السوفا، كنب طويل. الديسك، مكتب. تواليت، حمام تواليت. شكراً.